بسم الله الرحمن الرحيم. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. ويغفر لكم ذنوبكم على الإيمان لمن لم يحب الله لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين والناس أجمعين. إن الدين عند الله الإسلام ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا لا تحزن إن الله معنا. لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. إن بطش ربك لشديد فما وإذا القبور بعثرت إذا السماء انفطرت وإذا الكواكب انتثرت وإذا البحار فجرت وإذا القبور بعثرت علمت نفس ما
التكبير أنت أوتيت مزمارا من مزامير آل داود يا شيخنا شيخ قاري سعيد شعبان يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلق فسواك فعدلك